مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع وحضراتكم مصطفى جابر. احنا دلوقتي في بث لايف جديد مع عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، ده الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمه. الفترة اللي فاتت كان في أقاويل عن مشاكل بينه وبين اخواته عن البراس، وإن هو اتهجم على أخوه بشومة وحاجات كده كتير. فاحنا كنا دلوقتي موجودين معاه عشان نعرف ايه اصل الحكاوي دي. ازيك يا عم مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله، مفيش وحشني أي جدا. مشاكل والله، مشاكل قديمة وخلصت واتحلت ومفيش أي زعل ولا أي حاجة. ده أنا إخواتي، أنا ماليش غير إخواتي وهم داري وسندي وحياتي كلها، عصام وخميس وسيد وعدوية وأختي على دماغي كلهم، مفيش أي زعل. إحنا زعلنا قبل كده والزعل ده اتحل ومفيش حاجة دلوقتي. أنا معرفش الكلام ده تعادي إزاي، يعني فجأة كده ألاقي مصر كلها بتتكلم على الموضوع ده. أنا من وجهة نظري أنا مش شايف إن الموضوع يستاهل كل الضجة دي على مصطفى. طب ليه اصلا انت قلت بتقول دلوقتي ان هي كانت مشكله قديمه وخلصت؟ ايه اه سبب ده ان هي بقاله الكلام ده بقاله سنة وبعد كده اتكلمنا انا وعصام واتكلمنا انا وعدوية ورحنا شغل ورحنا افراح طب اصل المشكله كانت ميراث وتمام. فعلا؟ كان ايه؟ اصل المشكله ميراث؟ كان في كلام على الميراث، كان في كلام على الميراث بس برضو اتحل، يعني مش لدرجة ان احنا نخسر بعض او يبقى في كورة او الكلام ده. يعني المشكلة حقيقة بس من سنة صح كده؟ اه طب وحور الشومة؟ لا مفيش شومة، انت متهجمتش على اخوك بشومة؟ لا مفيش شومة، ده موضوع الشومة ده ملوش دعوة بالميراث خالص. موضوع الشومة ده احنا اثناء المكالمة اللي انا كنت بكلم احمد عبد مداخلة العزيز على فيها، المداخلة بتاعت احد اه الاخوان. انا ساعتها متنرفز وبكلم عصام، بقول ان عصام حصل منه كذا كذا، فهو عايز يبرر اللي حصل ده، فاما اتكلم في حاجة قديمة. طب خلينا بس نوضح للناس ان سبب المشكله ان في احد القنوات كانت بتستضيف عصام اخوك الكبير صح كده؟ فانت عملت مداخله انا عملت مداخلة عملت مداخله في القناة مع احد المذيعين في القناه دي بس بقالها سنة، ايه اللي جددها دلوقتي؟ بقالها قد ايه؟ بقالها سنة يعني داخلة في سنة كده، ايه اللي جدد الكلام دلوقتي او ايه اللي رجعه تاني او تمام. اللي حصل ده؟ يعني كان حصل ساعتها ما حصلش ليه ساعتها؟ يعني انت شايف ان اداره القناه هي اللي نشرت الفيديو تاني ولا ايه؟ هو الفيديو اتنشر فعلا تاني، هو المفروض ما كانش اتنشر بقى، او ربنا لا يعلم بظروفهم هما بيعيدوا الحاجات مثلا ورا بعض اشتغلت او ما اعرفش، بس هي اشتغلت اليومين دول. انت اخوك عصام كان في احد البرامج مستضيفينه، فانت دخلت عملت مداخله وقلت ان في مشاكل ما بينكم، فاخوك عصام رد بان انت اتهجمت عليه بشومه صح كده؟ كان موضوع الشومة ده حصل فعلا، بس ما كانش ليه دعوة بالموضوع بتاع الميراث. موضوع الشومة ده موضوع تاني قديم خالص من زمان، ملوش دعوة بالميراث، مشكلة ملهاش دعوة بالميراث خالص. حصل موضوع وانا معايا عصاية في العربية وقفت بيها في الشارع وكنت بزعق بس، يعني بس الموضوع انا معرفش موضوع شومة، واتقال ان موضوع شومة ده يعني اكن انا كنت رايح اعمل نصيبة، ده اخويا، يعني انا حتى لو اخويا واقف قدامي يعني انا بزعق له من بعيد، هو لو واقف قدامي انا مش هقدر ازعق كده، او هو لو قرب مني انا مش هقدر ازعق له. انا واقف في الشارع وحصل الشد ده، في العربية فيها عصاية مسكتها في ايدي وانا واقف وقعدت ازعق،
مش شومة بقى، وما احنا مش كنا بنموت في بعض يعني. لكن موضوع بقى المشكلة اللي انا كنت بتكلم فيه، يعني موضوع الشوبة ده قديم، موضوع المشكلة اللي انا بس كنت اتعجبت فيه على اخوك؟ لا مفيش تهجم، ده هو ما في حصلش، البيت، هو في البيت وانا بكلمه من الشارع، ما حصلش اصلا مواجهة. مفيش مواجهة، في كلام زعيق كده. هو دخل ده في ده، دخل موضوع الورث في ان انا كنت رايح اخد الورث وخدت الشومة. طب وفعلا حقيقي حوار ان حد تعدى عليك انت؟ مراته وعياله يعني، مراته وعياله اتعدوا عليا، بس هم برضو اهلي. مراته وعياله اتعدوا عليا بس هم اهلي برضو، انا مش ويكرموا عشان خاطره. انا برضو دلوقتي مش زعلان من حاجة يعني، انا دلوقتي مش زعلان من اي حاجة، عشان خاطره وعشان خاطر ابويا وعشان خاطر اخواتي، مفيش أي حاجة بينهم. مفيش اي زعل دلوقتي. انا الكلام اللي حصل ده المفروض اللي هو يعني اول حد اتكلم معاهم في الموضوع كانوا قالوا له ان الموضوع خلص، على اساس انه خلص فعلا يعني. ما اعرفش الكلام اللي اتقال الكتير ده ما كانش يصح وما كانش ينفع. طب انت دلوقتي بتكلم اخواتك عادي وموضوع انا بكلم اخواتي ومية مية وزي الفل، مفيش بينكم اي ولو ما حاجة؟ بكلمش اخواتي دول اخواتي وروحي يعني، انا لو ما بكلمش اخواتي ما بحبهمش، دول روحي وكل حياتي، بكلمهم بقى او ما بكلمهمش. ما انا لو ما بكلمهمش عن مصطفى هكلمهم برضو، او اللي اعرف ان هو تعبان هروح له. طب اخوك عدوي ايه؟ عدوية روحي برضو، ده روحي حبيب قلبي. يعني هو عشان صغير شايف ان هو متدلع فيكوا شوية؟ هو عدوية متدلع، وأي كلام يقوله براحته، أنا مش زعلان منه في حاجة. انت سمعت مداخلته معانا؟ سمعت مداخلته وسمعت إن هو يعني هو يعتبر اللي عاد الكلام، اللي حتى ما كانش واخد باله من الكلام، هو بيقول له خد بالك، لا ده عبد الرحيم مش جدع مثلا. وانا برضو مسامحه مش زعلان منه، عادي يعني. عادي، اخويا عدويا اخويا، اي حد فيهم ما انا مش زعلان منه. طب اللي زعلان منك انت بقى؟ اللي زعلان مني، اللي مفيش حد زعلان مني من هنا من جواه، اكيد مش زعلان مني، لكن ممكن يكون عامل نفسه زعلان مني، عشان لما تيجي تدور على الحقائق هتلاقيها ان انا مش عامل حاجة تزعل. بس انت شايف ايه؟ مش عامل حاجة تزعل؟ مش عامل حاجة تزعل، وانا ما اتخانقتش عشان ورث. اصل انا راجل فنان وابويا فنان ربنا يرحمه، واحنا ناس الحمد لله يعني. يعني انت دخلت بيتنا اهو والدنيا جميله، وما فيش حاجه مقصره معايا يعني عشان اتخانق عشان ورث. انا بقى ما اتكلمتش في ورث، كل الكلام اللي اتقال عليا، عايز يبيع فيلا، عايز يبيع ما اعرفش ايه، عايز كل الكلام ده، ولا عايز ابيع، ولا انا عايز حقي بما يرضي الله، اللي هو يا تديني حق، انت خدت حاجة اديني حق يا فلوس، يا تديني حق ورق، يا تسيبها زي ما هي ما تجيش جنبها. بس ما مش اكتر من كده، وده حصل؟ ولا حاجة في التلاتة بقى عايزة تحصل. أما يعني ككلمة أخيرة أو كحاجة أخيرة، أنت وأخواتك مفيش مشاكل؟ انا واخواتي مفيش مشاكل، ولا يبقى في مشاكل طول العمر لحد ما اموت. كلمة اخيرة، كلمة اخيرة، وانت معايا اهو، وابقى اسألني بعد كده. دي كانت وصية وصية ابويا وربنا يرحمه، ومن غير برضو وصية ابويا، وصية ربنا، دول اخواتي وانا ما ينفعش استغنى عنهم.
ولا زعلان منهم في حاجة ولا زعلان مني. ولا زعلان منك. نشوف الرسمة دي اللي انت راسمها دي ايه؟ دي صورة أبويا، بكرة اسرائيل صح بكرة كده؟ إسرائيل. عايز تقول اي حاجة تاني؟ ولا أي حاجة. شكرا عبد الرحيم، دورت كده و تقريبا دي كده رسالة واضحة منك لاخواتك ان انت مش متضايق منهم ومش زعلان منهم وهم مش زعلان منك، صح كده؟ اللي زعلان مني حقه عليا لا لو ثانية انا واحدة، مزعله. اللي زعلان منك ايه؟ اللي زعلان مني حقه عليا لو انا مزعله، وانا اسف ليه، بس انا برضو مش مزعل حد فيهم. تمام يا عبد الرحيم، شكرا ليك، العفو يا باشا. شكرا لكل متابعي اليوم السابع، كان معكم مصطفى جابر. تمام يا عبد الرحيم، شكرا ليك، لا فدرس شكرا لكل متابعي اليوم السابع.